السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في تفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين رؤية اللبان في المنام بالدواء لمن أكله، ومن رأى أنه يمضغ العلك في الحلم فإن كلامه يكثر فيه ولا ينفعه. فيما رؤية اللبان تكثر في المنام فتدل على القوة والصحة بالجسم، أما رؤية من مضغ العلك في المنام فهي تدل على الطرطرة وكتلة الكلام الفارغ. ورؤية أخذ اللبان في المنام تدل على انفراج الأحوال بعد كرب طويل، أما رؤية إعطاء اللبان في المنام فهي تدل على العمل الصالح الذي يقوم به الراعي في حياته، ورؤية هدية اللبان في المنام تدل على المحبة والتواجد مع الآخرين، فيما رؤية شراء اللبان في المنام تدل على إصلاح ذات البين، ومن رأى أنه يشتري اللبان الحلو في الحلم فهذا يدل على كسب العلوم والمعارف، ورؤية رمي اللبان في المنام تدل على خسارة رزق كبير، أما رؤية علكة عالقة في الشعر في المنام فهي تدل على الهموم والمشاكل، أما رؤية العلكة بين الأسنان في المنام فهي تدل على تناقل الكلام بين الأقارب، ورؤية الاختناق بالعلكة في المنام تدل على الفقر والقهر الذي سيصيب الراعي، أما رؤية اللبان في المنام للعذباء فهي تدل على اكتساب العلوم والمعارف في حياتها العلمية، ورؤية اللبان في المنام للمتزوجة دليل على المال والرزق، وإذا رأت أنها تمضغ العلكة في الحلم فهذا يدل على العمل والمتعب الذي ستنال منه خيرا كثيرا إن شاء الله. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم وإلى اللقاء في تفسير جديد على قناتكم إن شاء الله.